برد كثير كثير بوجهي يا هون في انتاركتيكا، بس رجعت على لبنان على امي في انتاركتيكا. أنا كتير مبسوطة إني على فينسنت بيس كامب، خلصت سادس أمي من السبع أمم، تحدي السبع أمم كأول لبنانية، هيدا شرف إلي. بلشت الرحلة لإيفرست، أنا بمطار نوكلا، ما شايفين هيدي نقطة الصفر لننطلق لإيفرست بيس كامب. هذا المشروع هو رسالة لكل امرأة عم تسمعني انه ايه فيك تحققي احلامك، فيك تحلمي وتكوني عم بتخططي وتشتغلي لحلمك وتوصلي له.